أهلا بكم مشاهدينا في عرض للأنباء من الجزيرة مباشر مصر. قامت مجموعة من الشباب غير المعروف انتمائهم السياسي بهدم أجزاء من الجدار الذي أقامته القوات المسلحة بالقرب من مبنى المجمع العلمي بشارع قصر العيني، وفتحوا الجدار أمام المارة، ولم تحتك بهم قوات الجيش والأمن الموجودة في المنطقة. وقد رفضت قيادات وأفراد الألتراس وأيضا النشطاء السياسيون المعتصمون أمام مجلس الشعب هذه التصرفات. للمزيد من المعلومات معي عبر الهاتف الزميل مجاهد شرارة. مجاهد، هل ظهرت أي تفاصيل من الذي قام بذلك؟ حتى الآن هي مجموعات من الشباب الغير منتمي لأي قوة أو أي تيارات. هو يتحدث أنه أراد أن يفتح هذا الشارع الهام والحيوي في مصر، وشارع القصر العيني، بعد أن وضعت قوات الجيش الحائط بجوار المجمع العلمي في طريق ميدان التحرير. هم يقومون بذلك منذ فترة، بدأوا بالفعل لكن لم يفتح الطريق حتى هذه اللحظة، لأنهم لم ينتهوا بالفعل من فتح أي فتحة كبيرة من الجدار، لأن الجدار مكون من ثلاث طبقات من الحجارة كبيرة الحجم. هم يقومون حاليا بإزاحة الطبقة الأولى من هذه الأحجار، لذلك لم يفتح الطريق حتى هذه اللحظة، لكن الأعداد بدأت تزيد شيئا فشيئا. منذ قليل حضر بعض الشباب من ألتراس أهلاوي، لأنهم سمعوا أن قيل في وسائل الإعلام أنهم هم الذين يقومون بذلك، وأرادوا أن يؤكدوا أنهم ليس لهم طرف في هذا الأمر، وأنهم اعتصامهم عند مجلس الشعب وليس لهم أي علاقة من قريب أو بعيد بما يحدث الآن في شارع القصر العيني عند هذا الجدار، وأن من يقوم بفعل ذلك هم مجموعة من الشباب أراد أن يفتح الطريق للمرة. ولم تتدخل حتى الآن قوات الأمن أو الجيش الموجودة؟ حتى هذه اللحظة قوات الأمن سواء من الشرطة أو من الجيش يقفون عند أمام مجلس أمام بوابة مجلس الوزراء ومجلس الشعب، ويقفون فقط ولا يقومون بأي فعل حتى هذه اللحظة. يقفون ينظرون ماذا يحدث ويتابعون. عددهم زاد قليلا عن بداية بدء هدم هذا الجدار، لكنهم حتى هذه اللحظة ملتزمون بالوقوف وبعدم إحداث أي فعل يثير حفيظة أي من هؤلاء. هل هناك أي تقديرات لعدد هؤلاء الشباب الذين يزيلون الحائط؟ يعني الأعداد ليست كبيرة، يعني الأعداد لا تتعدى العشرات من الشباب، يعني ليس عددا كبيرا. ويستخدمون أيديهم، وليست هناك أي آلات في المنطقة؟ لا يوجد أي آلات سوى يعني قطع من الحديد الصلب وبعض الأحزمة الصغيرة، ويستخدمون أيديهم الخالية من أي شيء آخر. وأؤكد أيضا أن الشباب أيضا ما زالوا حتى هذه اللحظة لا يقومون بأي فعل استفزازي للجيش أو الشرطة، لم يهتفوا ضد الجيش ولم يهتفوا ضد الشرطة، ولكن هم يعني يستعينون بالتكبير الله أكبر ليقوموا بإزالة هذا الجدار حتى هذا الوقت وهذه اللحظة. شكرا للزميل مجاهد شرارة. نواصل تقديم عرض الأنباء من الجزيرة مباشر مصر. عقد مجلس شورى الجماعة الإسلامية اجتماعا قرر فيه استمرار التشاور حول أوضاع المرشحين للرئاسة ذوي المرجعية الإسلامية ودعم نواب الشعب في اختيارهم للجمعية التأسيسية. كما قررت الجماعة دعم ما تم التوصل إليه في اجتماع المشير طنطاوي والقوى السياسية المختلفة بشأن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وأكدت الجماعة رفضها لبيان حكومة الجنزوري، إلا أنها رأت أن سحب الثقة منها الآن سيؤدي إلى ارتباك الأوضاع. من جهته أعلن حزب المصريين الأحرار رفضه للنتيجة التي انتهى إليها اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري والتي وصفها بالمخيبة للأمل. وقال الحزب إنه رفض التوقيع على بان الاجتماع حتى لا يساهم في خداع الشعب. وقال بيان صادر عن الحزب إن الحل الجزئي الذي أسفر عنه الاجتماع والذي يقضي باستبدال 10 أعضاء من الجمعية التأسيسية بغيرهم من الاحتياطيين جاء بمثابة صدمة للرأي العام ولكافة القوى الوطنية الرافضة لهيمنة فصيل واحد على كتابة الدستور.
وعلى صعيد ذي صلة اتهم عدد من قيادات النوبة بأسوان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بإقصائهم من اللجنة التأسيسية للدستور، وأكدوا خلال اجتماع موسع بمدينة أسوان رفضهم واستنكارهم تشكيل لجنة الدستور، لافتين إلى أن اللجنة بتشكيلها المعلن ضرب لقيم الحرية والعدالة التي نادت بها ثورة 25 من يناير. وقال فوزي جائر عضو لجنة المتابعة بمركز نصر النوبة إن اللجنة أصبحت ممقوتة حتى قبل أن تبدأ عملها بعد أن تنصلت منها أحزاب وقوى سياسية. في السياق ذاته أبدى عدد من النشطاء الأقباط انزعاجهم مما وصفوه باستئثار فصيل سياسي واحد بوضع الدستور الجديد، وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإبطال تشكيل الجمعية التأسيسية. وقال الناشط والمحامي نجيب جبرائيل خلال مؤتمر صحفي شارك فيه عدد من الحركات والشخصيات القبطية إن تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور يقصي غالبية فئات طوائف وطوائف المجتمع خاصة المرأة والأقباط. رسالة الضيوف كل واحد يتكلم 5 دقائق ثم مداخلات ثم قراءة الإعلام. في ظل ما تمر به مصر الآن من مرحلة هامة ومفصلية بعد المتغيرات الهامة لثورة يناير، وفي ظل بناء دولة حديثة قوامها الديمقراطية والمواطنة مرتكزة على مبادئ حقوق الإنسان وما يصبو إليه جميع المصريين نحو تحقيق وكتابة الدستور يحقق أهداف هذه الثورة. وفي محافظة الإسكندرية تظاهر مئات عقب صلاة الجمعة في محيط مسجد القائد إبراهيم احتجاجا على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وما وصفوها بهيمنة أحزاب الأغلبية البرلمانية على كتابة الدستور الجديد. وطالب المشاركون في المظاهرة التي أطلقوا عليها جمعة الدستور لكل المصريين بما سموه بالتمثيل العادل والمتكافئ لكافة القوى السياسية في اللجنة التأسيسية. قدم حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اليوم أوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وقالت مصادر في حملة أبو إسماعيل إنه حصل على تأييد 58 نائبا من مجلسي الشعب والشورى و150 ألف توكيل من المواطنين. وقد نظم أنصار أبو إسماعيل مسيرة خرجت عقب صلاة الجمعة من مسجد أسد بن الفرات بميدان الدقي في اتجاه مقر اللجنة بمصر الجديدة. قال الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور إن اتجاه البرلمان لسحب الثقة من حكومة الجنزوري سببه بقاء عناصر من النظام السابق داخل مراكز اتخاذ القرار في وزارات الحكومة. وطلب عبد الغفور خلال لقاء جماهيري عقده عقب صلاة الجمعة بالمسجد الجامع في مدينة أسوان طلب بالبدء بإصلاح النظام القضائي ومحاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة. في محافظة المنيا نظم عشرات من رابطة ألتراس النادي الأهلي مسيرة جابت شوارع مدينة المنيا للمطالبة بتسريع محاكمة المتورطين في أحداث استاد بورسعيد. وندد المشاركون في المسيرة بما وصفوه بتواطؤ مسؤولين في الأحداث وأكدوا استمرار اعتصابهم حتى تحقيق القصاص للضحايا. وفي الغربية نظم أعضاء من رابطة ألتراس الزمالك مسيرة طافت شوارع مدينة طنطا للمطالبة بتسريع وتيرة محاكمة المتهمين في أحداث استاد بورسعيد. واتهم المشاركون في المسيرة جهر اعتصابهم حتى تحقيق القصاص للضحايا.
وفي الغربية نظم أعضاء من رابطة ألتراس الزمالك مسيرة طافت شوارع مدينة طنطا للمطالبة بتسريع وتيرة محاكمة المتهمين في أحداث استاد بورسعيد. واتهم المشاركون في المسيرة جهاز الأمن الوطني بالعمل على الترويج إعلاميا لأحداث بورسعيد باعتبارها مجرد حادثة شغب في الملاعب حتى يتمكن الجناة الحقيقيون من الإفلات من العقاب. في الإسماعيلية استقبلت قناة السويس اليوم السفينة السويسرية تورانور بلانيت سولر، والتي تعد أكبر سفينة تعمل بالطاقة الشمسية في العالم. تمر السفينة عبر القناة في إطار رحلتها حول العالم التي بدأت في شهر سبتمبر من عام 2010. يبلغ طول السفينة 30 مترا وتعمل من خلال 500 متر مربع من الخلايا الكهروضوئية.